طب من وجهة نظرك يا دكتور، يعني ايه السلبيات اللي منتشرة في المجتمع في التعامل مع المراهقين؟ يعني دايما مثلا يقول لك انت جيل فاشل، انت جيل ما بتفهمش حاجة. فطبعا دي كلها حاجات بتأثر يعني في، حتى لو هو عنده بذرة كويسة ان هو يبقى حد ايجابي وان هو يبقى انسان سوي. فاعتقد ان الحاجات دي او السلبيات اللي المجتمع بيقولها بتأثر عليه. فحابين نعرف وجهة نظرك ايه يا دكتور في الموضوع ده. هو الكلام السلبي ده جزء اساسي، انه في حقيقه ما ينفعش ان انا اكون بقول كلام سلبي لابني، لان دوت بيسبب له صغر نفس، بيسبب له احباط، بيسبب له فشل، فده صحيح ما ينفعش. واوقات الكلام السلبي حتى بين افراد الاسره، بين زوج وزوجه، يعني عايز اقول دي من ضمن المشاكل الاساسيه اللي ما بتخليش ان الطفل مثلا يحترم مامته او ما بيحترمش باباه. بالفعل. فالكلام السلبي اصلا بحد مطلق هو خطأ جدا. المفروض ان الاب والام يكونوا بيتعاملوا مع بعض بطريقة صح قوي، راقية جدا، فالطفل يتعلم يحترم الام ويتعلم يحترم الاب. المفروض الام خط احمر، المفروض الاب خط احمر صحيح. بالنسبة للطفل. مش هيحصل دوت غير لو كان الاب والام اللي هم الاثنين متفاهمين مع بعض ومتفهمين انه ده ما ينفعش، ده جزء صحيح. اساسي. لو انا ابتديت اتعامل مع الطفل على هذا المبدأ، فخلاص عرف ان انا المفروض بحترم الاب وبحترم الام. الجزء الثاني احترامي بقى للطفل كإنسان، أنا بنشئ إنسان، ليه شخصيته، ليه وضعه، ليه كرامته. صحيح. فالمفروض إن أنا بتعامل الطفل بأسلوب فيه يعني مهذب محترم راقي. ما ينفعش إن أنا أكلمه كلام سلبي وأحبطه، ده جزء أساسي. الجزء الثاني احترامي لفكر الطفل، وده برضو شيء مهم. إن لما أنا بتعامل مع الطفل المفروض إن أنا بكلمه بوصل له وجهة نظري، كمان أدي للطفل فرصة إنه يعبر عن اللي جواه، صحيح. يعبر عن أفكاره، يطلع أفكاره حتى لو كانت سلبية. ولو أفكاره حتى سلبية مش مفروض إن أنا أهاجمه، لكن المفروض إن أنا باخد الكلام كده في بساطة، بابتسامة بسيطة جدا، وببتدي أصحح له المعلومة وبقول له أنت حد رائع، أنت حد كويس، بس الفكرة دي مش كويسة. صحيح فهنا أنا بوضح إن الفكرة مش كويسة، مش أنت اللي مش كويس. صحيح. أو فببتدي أتعامل مع الطفل دوت إزاي أرتقي بالفكر بتاعه بطريقة بسيطة هادية. صحيح. هنا أنا اديت للطفل يعني ثقة في نفسه، وعلمته أسلوب الحوار الراقي السليم اللي مفروض من خلاله بزرع أفكار حقيقية وبزرع شخصية حقيقية سليمة سوية تكون قادرة تتفاعل مع المجتمع. هنا الطفل ده بينشأ كإنسان ليه فكره، فلما بيبتدي يتناقش هيتناقش بأسلوب منطقي، صحيح بأسلوب حوار.